الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. عندنا طرشي مع الخيار، كم كومبر، هذا مع الموصل، هاي مرتين عايزالون عليه، راح اسويه هسه. هذا نحتاج له كرافس، اي نوع كرافس عندكم؟ نحتاج لهذا ثوم، عندي 3 4 ثوم راس اسمه صغار، وعندي هذا ثوم يابس، هذا حيط طيب بي، هذا هم ثوم بس هذا يابس. ونحتاج له كوب نعناع، معلقة مع الأكل نعناع يابس، ونص كوب شكر، وليمون 2، وفينيجر، خل، وسماق. السماق إذا ما مطحون طبعا أطيب، إذا ما عندكم استعملوا هذا شي يساعدكم، حتى اذا ما عندكم انت هذا مثل القماش بس تشدون بيه السماق. انا اسويه على طريق الموصل، هذا الكيس للسماق، هذا مثل الشيفون طبعا ماتريال، هذا السماق، هذا السماق خشن، طبعا هذا طعمه بالسماق. اي نوع كرافس بكم ما يفرق. عندي ثوم، هاي مكونات تحيط بسيطة، نعناع، ليمون 2، هذا لا تخلوا الحب يروح بيه لين تنطيها على مرارة. وعندي شكر نص كوب تقريبا، 3 معالق مال أكل، ملح، عندي هنا هذا الثوم الحيل يابس، وعندي هذا مثل السماق حتى تنطيني بها نكهة حيل طيبة. لازم تفوروه حيل زين، بس هيك يسوي هيك براس السكينة حتى لا تصير موشي، لا تسوي كثير. هذا الماي حيل فورته تقريبا فارتين، شوفوا ايش قد حار، عايزينها زيت حيل نعناع، وهذا حيل طيب. ليش هذا خليته حتى اسمه
حتى الوجه الطرشي لا مثل تعفن تصير مثل اسمه وغف ابيض. وهذا اي نوع خلعتكم انتو؟ عندي يعني هذا تقريبا معلقتين مع الاكل يطلع، هاي معلقتين مع الاكل خل فينيجر. راح اخليه هيدا اليوم كامل، شو حتى اسمه البخار بي راح اسد واخليه البخار بي حتى يستوي وما يصير موشي، ما يستوي كثير الخيار يصير مثل مهروس. اني راح اسمه راح اشيله ان شاء الله 4 ايام نهائيا ما افتحه حتى يظل بيها البخار الماي الحار، الماي الحار البي ان شاء الله راح اشوفكم. هو بسم الله هذا الشمو سويناه، ريحته حيل حيل طيب. هذا اهم شيء بيه النعناع اليابس، اهم شيء النعناع اليابس بيه وبيه الكرافس اهم شيء هذا، وماي حيل حار. شوفوا ما سوى كثير. شوف الخيار شلون ذبح، اهم شيء السماق والنعناع اليابس والكرافس اهم من كل شيء بيها. الماي ماله اذا ينقص تزيدوا ماي حتى بس يطلع على الوجه.